بسم الله الرحمن الرحيم، أهلا بكل مشاهدي قناة الأهلي في كل مكان في مصر والوطن العربي الكبير، جمهور النادي الأهلي العظيم، أهلا بحضراتكم وحلقة جديدة من برنامج الترند. حلقة نهاية الأسبوع، وبالتأكيد خلاص احنا داخلين في مراحل حاسمة من منافسات كأس الأمم الإفريقية، فالنهاردة عندنا كل الجديد وكل الأخبار وكل الموضوعات والقضايا والأخبار الحصرية من أبيدجان ومنافسات كأس الأمم الإفريقية. حلقة نهاية الأسبوع النهاردة أكيد هيكون فيها تفاصيل مهمة، هنتكلم على مشوار منتخبنا الوطني. الحمد لله المنتخب تأهل إلى الدور 16، الدور ثمن النهائي، في انتظار نتائج مباريات اليوم في المجموعة الخامسة والسادسة عشان تتحدد أو يتحدد بشكل رسمي المنافس المنتظر اللي هيواجه منتخب مصر بإذن الله يوم الأحد المقبل في العاشرة مساء بتوقيت القاهرة. الحظوظ كلها رايحة في سكة الكونغو الديمقراطية، ولكن هننتظر نتائج مباريات اليوم عشان تتحدد باقي الأطراف المتأهلة إلى الأدوار القادمة. كنا نتمنى أن نتحدث عن تأهل منتخبنا والمنتخب كسبان ومتأهل بانتصار على الرأس الأخضر اللي واجه مصر بالصف الثاني، ولكن قدر الله وما شاء فعل. نتمنى بإذن الله يكون دور المجموعات فرصة طيبة للجهاز الفني لتلافي الأخطاء، يعني عشان المرحلة اللي جاية ما فيهاش هزار، يعني الخسارة معناها خروج واستبعاد من كأس الأمم الإفريقية. النهاردة عندنا انفراد مهم جدا وعندنا نقطة مهمة جدا هنتكلم عليها، لأن الكل بلا استثناء في الفترة الأخيرة كان بيقول أن الحكم التشادي إدى هدف في لقاء مصر والرأس الأخضر لصالح مصطفى محمد، والفار الجنوب إفريقي توم أبونجيل هو اللي كان عايز يلغي الهدف. النهاردة عندنا مفاجأة من العيار الثقيل بمعلومات موثقة من أبيدجان لتأكيد الحالة الفنية لهذه اللعبة، ماذا حدث فيها، خاصة أن الفترة الأخيرة كان فيه هجوم لازع ضد توم أبونجيل. فالصراحة والوضوح مهم جدا النهاردة، كان مهم نتكلم عن هذه اللعبة ونشرح لحضراتكم إيه اللي حصل بالظبط في هذه اللعبة عشان كل واحد ياخد حقه، سواء الحكم التشادي أو حتى الحكم الجنوب إفريقي. كمان هنتكلم على الأهلي، امبارح كان في مباراة ودية، طبيعي الأهلي خسر هذه المباراة نتيجة غياب عدد كبير جدا من اللاعبين، ولكن النهارده هنتكلم على استعدادات الفريق. النهارده راحة سلبية يعني بالنسبة للفريق في مباراة ودية أخرى في ختام المعسكر يوم الجمعة، فالنهارده عندنا كلام مهم جدا، وهنتكلم كمان على إصابة محمد الشناوي اللي بنقول له بالتأكيد ألف مليون سلامة عليك يا شن، وإن شاء الله بإذن الله تجري العملية الجراحية خلال الساعات اللي جاية وترجع في أسرع وقت عشان نطمن عليك. وطول موجود الشناوي وموجود يعني مصطفى شوبير وحمزة علاء ومصطفى مخلوف حراسة مرمى النادي الأهلي بخير، عندنا تفاصيل مهمة هنتكلم في هذا الملف، ولكن عشان وقت الحلقة نروح بسرعة لسؤال حلقة النهاردة. وسؤال حلقة النهاردة اليوم يتحدد منافس مصر في أمم إفريقيا، في رأيك من المنتخب الذي ستكون مواجهته أسهل للفراعنة في دور الستاشر؟ يعني كل واحد يدخل يشارك معنا في الإجابة على السؤال، لو واجهنا الكونغو الديمقراطية، لو واجهنا زامبيا، الممكن تبقى تنزانيا، هل فيهم مواجهة ممكن تبقى سهلة ولا لا؟ فهنتظر رأي حضراتكم وهنستعرض كل الآراء بالتأكيد من خلال صفحات القناة عبر السوشيال ميديا. لكن بسرعة نروح لأهم العناوين. البداية في ترند إفريقيا، اتحاد الكرة يتحمل تكاليف علاج الشناوي، وكمان صدمة جزائرية بالخروج المبكر من كأس الأمم، وفي ترند الأهلي الفريق راحة من التدريبات في معسكر الإمارات. طيب نجدول مباريات اليوم واستعراض مباريات اليوم. النهاردة في عدة مباريات، سواء في الرابطة، كأس الرابطة، كأس الرابطة الإنجليزية، كأس الأمم الإفريقية. سريعا نبدأ بكأس الأمم الإفريقية، النهاردة في أربع مباريات، مباراتين الساعة 7 ومباراتين الساعة 10. كأس الأمم الساعة 7 جنوب إفريقيا مع تونس، مواجهة نارية، وفي نفس التوقيت نابيبيا مع مالي لتأكيد الصدارة لمنتخب مالي. الساعة 10 زامبيا والمغرب لتأكيد الصدارة للمغرب، وتنزانيا والكونغو الديمقراطية مباراة من أجل تحديد الوصيف في هذه المجموعة الأخيرة. مباريات كأس الرابطة النهاردة في أربع مباريات، في مباراتين اتلعبوا الساعة 3 وانتهوا خلاص، سيراميكا كليوباترا تعادل مع الداخلية 1-1، إنبي يعني متقدم على الإسماعيلي بهدف مقابل لا شيء. الساعة 5 في مباراتين، مودرن فيوتشر هيستضيف بلدية المحلة، والاتحاد السكندري هيستضيف فريق سموحة. نروح لكأس الرابطة الإنجليزية، الساعة 10 من مساء اليوم فولهام بيستضيف ليفربول، وفي مباريات الكأس ملك إسبانيا أيضا، النهاردة الساعة 8:30 في مباراة ريال مايوركا مع جيرونا، والساعة 10:30 من مساء اليوم أتلتيكو بلباو هيستضيف برشلونة. يعني يوم ممتع في مباريات مهمة، ولكن بالتأكيد التركيز كله هيكون على منافسات كأس الأمم الإفريقية ومعرفة الطرف الثاني في مواجهة مصر يوم الأحد المقبل في دور الـ16. نخرج إلى فاصل ثم نواصل.
اهلا بحضراتكم من جديد. البدايه عايزين نتكلم على الحارس الدولي الكابتن محمد الشناوي، كابتن النادي الاهلي وحارس مرمى منتخبنا الوطني. الف مليون سلام عليك يا شنو، باذن الله تكون بسيطه، تجري عمليه جراحيه خلال الساعات اللي جايه في مفصل الكتف، ورغم ان المده حسب الكلام اللي وصل لنا يعني ممكن تكون مده طويله شويه، ولكن انا واثق جدا باذن الله ان محمد الشناوي هيتخطى المرحله الصعبه دي، وباذن الله ان شاء الله هيكون قادر على التواجد مع الفريق في فتره قريبه جدا باذن الله، ومع زمايله التحفيز بقى مع مصطفى شوبير، مع حمزه علاء، مع مصطفى مخلوف. يعني زي ما انتم شايفين طبعا لقطه خروج الشناوي امبارح من المباراه، وعلى طول التعامل الطبي المميز جدا من دكتور محمد ابو العيله. يا جماعه عايز اقول لكم على حاجه مهمه، دكتور محمد ابو العيله على فكره دكتور شاطر جدا، ودكتور عامل كل احتياطاته في هذه الرحله وفي هذا المعسكر، واي كلام على فكره ان الراجل مش معاه ادوات ولا اشعه ولا الكلام ده، كل الكلام ده خرافات، بس الفكره في حد ذاتها شوفوا وقارنوا ماذا حدث لما صلاح اصيب وماذا حدث لما الشناوي اصيب. التعامل مع الاصابه والوضوح من اول ساعه في موضوع الشناوي هو اللي خلى الناس كلها خلاص عرفت ان الشناوي بره البطوله، عرفت ان الاصابه طويله، عرفت انه هيعمل عمليه جراحيه، فالموضوع كان واضح عكس موضوع صلاح، وده موضوع هتكلم عليه بعدين. لكن في موضوع الشناوي كل اللي اقدر اقوله دلوقتي، محمد يا شناوي انت مريت بمواقف اصعب من كده بكتير، باذن الله هتقدر ترجع بسرعه. مصطفى شوبير اتصل بالشناوي، كل الحراس اتصلوا بالشناوي، يعني الكل متواجد في الفتره اللي جايه قلبا وقالبا مع محمد الشناوي. لكن عايز اتكلم على الناحيه الطبيه وايه اللي حصل بالظبط في الساعات الاخيره. الجهاز الطبي لمنتخب مصر تواصل مع الجهاز الطبي في النادي الاهلي الموجود حاليا في الامارات مع دكتور احمد جاب الله حول موضوع اصابه الشناوي. دكتور محمد ابو العيله معاك كل الادوات والاشعات، وفي غرفه كده في فندق الاقامه في دور المنتخب كده، في دور كامل بلعبه المنتخب في الغرف، في غرفه مخصصه بس للجهاز الطبي، غرفه كبيره مش غرفه صغيره، تقدر تقول جناح، في مكان للاشعاعات، في مكان يعني للتدليك، كل الامور المتاحه موجوده الحمد لله في معسكر منتخبنا. افتكروا كده اول يوم في البطوله لما قلنا ان منتخب مصر تاني اكبر بعثه معاه حموله على الطياره، وقلنا وقتها يعني وزن الحموله حوالي 8000 كيلو. الوزن ده مش اكل وشرب بس، لا كمان ادوات، وادوات متعلقه بالاجهزه الطبيه والجيم والساونا، يعني حاجات كتيره جدا. الحمد لله جهاز منتخبنا بيبقى عامل حسابه عشان ندي كل واحد حقه على فكره. ولكن لما حصل تواصل بين الجهاز الطبي لمنتخب مصر مع الجهاز الطبي للنادي الاهلي، تم الاستقرار ان الاشعه يتم ارسالها لدكتور متخصص في موضوع العظام، كان سبق قبل كده تم اجراء عمليه جراحيه لخالد عبد الفتاح وايضا رضا سليم. لما تبص على الاشعه وتشافت موضوع الاصابه، لا كان لازم على طول الشناوي يسافر ويعمل عمليه جراحيه. والنادي الاهلي خط هنا يعني خد هنا خطوه مهمه جدا مع منتخب مصر. ساعتها النادي الاهلي قال للمنتخب اللي انتم شايفينه مناسب للشناوي وليكوا اعملوه. النادي الاهلي ما عندوش اي مشكله. الشناوي على فكره كان عايز يقعد مع المنتخب لغايه اخر يوم. والشناوي كان عايز يفضل مع زمايله لغايه اليوم الاخير. وقبل كده حصل ده، ولكن المره دي عمليه جراحيه. وفكره اصابه الكتف او مفصل الكتف ولما بيبقى فيه خلع وممكن يكون فيه مضاعفات، انتظارك لعدم اجراء العمليه الجراحيه ممكن يعمل مضاعفات سلبيه اكتر، فبالتالي ده مش هيبقى في مصلحتك ولا في مصلحه المنتخب ولا في مصلحه الاهلي. فساعتها النادي الاهلي قال للمنتخب اللي انتم شايفينه في صالح الشناوي اعملوه. وعلى هذا الاساس بالفعل تم حجز السفر للشناوي الى المانيا، خلال ساعات باذن الله هيعمل بعض الفحوصات الطبيه للتاكد من تفاصيل الاصابه عشان يخضع ليها عمليه جراحيه في الفترة اللي جاية. فكرة بقى الإصابة تاخد لها من 3 شهور لـ4 شهور، كلام النهاردة لا ممكن توصل لـ6 شهور، أنا ما بركزش خالص في أي تفاصيل ليها علاقة بالمدة، أنا يهمني يعمل عملية بسلامة الله، يخرج منها معافى إن شاء الله. في التأهيل بقى نبدأ نطمن على الشناوي يبدأ يرجع إمتى، لكن المهم في التوقيت دلوقتي أهم حاجة سلامة محمد الشناوي. وأتمنى الأيام اللي جاية نخف شوية على فكرة الأهلي هيجيب حارس مرمى. نخف شوية على فكرة الأهلي هيجيب حارس مرمى. نطمن بس على الشناوي الاول بعد اجراء العمليه الجراحيه، ندي دفعه قويه لمصطفى شوبير، لحمزه علاء، لمصطفى مخلوف، واللي شايفه الجهاز الفني لمصلحه الاهلي هيتعمل. الناس اللي بتحاول تنظر من دلوقتي وتتكلم الاهلي محتاج حارس مرمى، الناس في الاهلي عارفه هتعمل ايه، والناس في الاهلي شايفه لمصلحه الفرقه هيتعمل ايه اللي هيتم. الشناوي لو اصابته معناها 4 شهور أو 5 شهور يبقى بنتكلم ان بطوله افريقيا كلها الشناوي مش موجود. موقف حراسه المرمى ايه في الفتره اللي جايه ده الجهاز الفني هيحدده، والجهاز الفني من امبارح بيجتمع وهيشوف. ولكن في اللحظات اللي زي دي اهم حاجه نطمئن على سلامه الحارس بتاعنا، نطمئن على سلامه الشناوي، نديله دفعه معنويه، راجل يدخل العمليات يخرج منها ان شاء الله سليم، نطمئن عليه عشان بعد كده نشوف الموقف الرسمي لمساله مركز حراسه المرمى. وفي نفس الوقت كمان ندعم الحراس الشباب
اللي موجودين. مصطفى شوبير لعب مباراه نهائي افريقيا لاعلى مستوى، لما بتحطه في مواقف صعبه بيظهر، والبديل بتاعه حتى حمزه علاء هو حارس مرمى المنتخب الاولمبي، ومصطفى مخلوف حارس على فكره لا يقل في الامكانيات عن مصطفى شوبير وحمزه علاء. ولكن في النهايه النقطه الفنيه اللي هيشوفها كولر في الساعات اللي جايه بعد الشناوي ما يعمل عمليه جراحيه ويشوف حاجته للعلاج قد ايه، ساعتها نبدا نعرف الاهلي هيتعامل ازاي مع الملف ده. ده جانب. الجانب الثاني، امبارح كانت فيه مباراه وديه، الاهلي طبعا بيلعب ناقص حوالي 20 لاعب، يعني نقدر نقول فرقه بالكامل مش موجوده. كان بيلعب مباراه وديه مع الاخدود السعودي في اماره الشارقه على اتحاد كلباء، وخسر الاهلي 1-2، كان متاخر في النتيجه 0-2. ولكن امبارح كولر كان كل همه يدفع بالعناصر اللي جايه من قطاع الناشئين، يشوف وسام بو علي في اول مباراه وديه، يدي مساحه وقت شويه لمحمد الضو كريستو، بحيث ان اللعيبه دي او لسه وسام جاي منتقل حديثا، كريستو كان مصاب فتره طويله جدا، يعني اللعيبه الاساسيه كمان اللي موجوده مع الاهلي وما كانتش تلعب مع المنتخب او مش موجوده مع المنتخب برضو كان محتاج يشوفها بعد فتره راحه سلبيه. هدف كريستو ده على فكره هدف رائع جدا جدا جدا. اولا سبرنت، بسم الله ما شاء الله، سرعه، تحكم في الكوره، مسافه الجري، بصوا استلم الكوره من قبل نص الملعب وفي اتنين بيحاولوا يلحقوه، والراجل بنفس يعني قياس السرعه اللي ماشي بيه ما تاخرش رغم ان الكوره في حوزته، فبالتالي ممكن يتاخر بالكوره عكس المدافع اللي ممكن يلحقه. ولما وصل لمنطقه الجزاء شوفوا اللمسه اللي عملها في ركنه الكوره. كريستو لاعب مميز جدا، نتمنى يا رب باذن الله الفتره الجايه ياخد مساحه شويه من المباريات، لانه لعيب بصراحه يعني انا زعلان جدا ان الاصابات بعدته فتره طويله جدا عن المشاركه الاساسيه. الباس اللي اتعمل لكريستو كان من وسام بو علي المهاجم الفلسطيني، وسام انسجم مع اللعيبه، الاجواء المحيطه كده في معسكر الفريق والكواليس اللي بنشوفها كده يوميا من البعثه الاعلاميه لقناه النادي الاهلي سواء من زميلنا فاروق صلاح او احمد يحيى، فيها لقطات تبين يعني ان في انسجام، في تعاون، في يعني لعيب منتقل حديثا دخل في الهارموني كده جوه الاجواء مع كهربا، مع قفشه، مع حسين، مع اكرم. يعني انتوا عارفين الاهلي دايما ليه مدرسه كده، لما لعيب بيجي جديد ما بيخدش وقت على ما يتاقلم وينسجم، على طول بيخش في اجواء فريق النادي الاهلي. عايز اقول لكم على حاجه، امبارح وسام بو علي المهاجم الفلسطيني شارك في 45 دقيقه، عمل ايه؟ صنع هدف وتسبب في ضربه جزاء، فبدايه موفقه ليست مقياس على ان وسام هيكسر الدنيا ويدغدغ الدنيا من اول يوم. ادوا اللعيبه الجديده مساحه ان هي تظهر امكانياتها. على فكره المباراه الوديه دي فرصه عشان اللعيب الجديد يخش ينسجم مع الفريق، فالمباراه فيها استفادات اهم كتير جدا من النتيجه. الاهلي بدا امبارح المباراه بتشكيل مكون من مصطفى شوبير في حراسه المرمى، خط الظهر اكرم توفيق، مازن اسامه، معتز محمد، ابراهيم عبد الحكيم، في اربعه في وسط الملعب، مصطفى ابو الخير، فارس خالد، عمرو السوليه، طاهر محمد طاهر، كريم فؤاد، وانطوني مودست. تم الدفع في الشوط الثاني برامي ربيعه، حسين الشحات، كريستو، قفشه، وسام بو علي، كذا لاعب شارك في الشوط الثاني من المباراه. المهم بغض النظر عن النتيجه ان اللعيبه ظهرت تالقت يعني الحمد لله عشان تستفيد من معدل يعني حميه المباريات وحساسيه المباريات في الفتره الجايه، في ظل ان في لعيبه كتيره جدا موجوده حاليا مع منتخب مصر، 8 لعيبه مع منتخب مصر، اليو ديانج مع مالي، تونس معاه علي معلول، جنوب افريقيا بيرسيتاو، والثلاثه النهارده يعني ربنا يكون في عونهم عندهم منافسه قويه جدا للاستكمال المشوار في الفتره اللي جايه. اتمنى يا رب باذن الله النهارده الثلاثه يتاهلوا، يعني مالي عندها فرصه تتصدر المجموعه، جنوب افريقيا وتونس ماتش صعب جدا، لما نيجي لترند افريقيا هنتكلم عن التفاصيل دي، ولكن ان شاء الله باذن الله لعيبه الاهلي موجوده في المنتخبات تظهر بشكل كويس في الفتره اللي جايه. رامي ربيعه جات له ضربه جزاء، وفي حته كده قانونيه يا رامي، لما تشوط ضربه جزاء وتيجي في القائم ما تلمس الكوره، لان ساعتها الحكم هيحتسب عليك ضربه حره غير مباشره. لما تشوط الكوره في المرمى وتصطدم بالقائم او بالعارضه ما تلمس الكوره، زميلي يستلمها ويشوطها او انت تشوطها بعديه، لكن تستلم الكوره هيبقى ضربه حره غير مباشره. فامبارح الحكم اللي ادار المباراه حسب بالتاكيد ضربه حره غير مباشره على رامي ربيعه، لما سدد الكوره جت في القائم وبالتالي ارتدت ليه، وعلى هذا الاساس ما كانش ينفع هو يشوطها تاني في المرمى. اهو دي ضربه الجزاء، وسام بو علي نجح كده وهو بيراوغ وبيرقص لاعب الاخدود السعودي، خد ضربه جزاء. يعني رامي ربيعه كان هو اللي تم اختياره لتسديد ركله الجزاء. بص بقى في ضربه الجزاء وهو رامي بيسدد، خد الكره وبيسدد، الحارس ما صدهاش، لو الحارس صدها رامي يستلمها عادي، ولكن جت في القائم وردت له، لما ترد له هنا لا، ضربه حره غير مباشره،
ده قانون اللعبة، ومفيش لعيب لمسها قبل رامي ربيعة، وبالتالي هنا قرار الحكم كان سليم. عموما نتمنى يا رب يكون في استفادة كبيرة جدا من هذه المباراة، ولسه في مباراة تانية بإذن الله يوم الجمعة مع فريق حتى الإمارات. النهاردة يوم فري، راحة للفريق، التدريبات يومية، مباراة ودية، فكولر النهاردة الجانب بقى الترفيهي اللي موجود في المعسكرات الطويلة اللي زي دي مهم جدا للعيبة والجهاز الفني يحصلوا عليه عشان يكون في تجديد دوافع ابتداء من تدريب الغد، تلعب مباراة ودية الجمعة وترجع السبت إن شاء الله عشان تستعد لمباراة شباب بلوزداد يوم 16 فبراير. طيب، ترند أفريقيا وأخبار أفريقيا وموضوعات وفيديوهات وقضايا مهمة جدا. أهلا بحضراتكم من جديد، وترند أفريقيا والحديث عن منافسات كأس الأمم الأفريقية. عندي موضوعين وهتكلم فيهم بشكل مهم جدا، لأن الموضوعين مهمين جدا، سواء لمنتخبنا الوطني في واقعة إصابة صلاح وإصابة الشناوي، والمباراة اللي أقيمت في ختام مباريات المجموعة مصر والرأس الأخضر والحالة التحكيمية اللي البعض اختلف عليها حتى هذه اللحظة. سريعا كده، أنا مش عاقد مقارنات، ولكن الوضوح والصراحة في الكشف عن إصابة محمد الشناوي كان القرار سهل على الجميع، وقرار النادي الأهلي كان سهل على المنتخب، وإعلان المنتخب كان سهل قبل أي تفاصيل تانية. موقف صلاح المشكلة إن ما كانش فيه صراحة من البداية، وخوف من الإعلان عن تفاصيل الإصابة، وده جزء مسؤول عنه محمد صلاح، إن الجانب ده المفروض مسؤول عنه البعثة ومسؤول عنه الجهاز الطبي، ليس مسؤول عنه اللاعب. وبالتالي هنا الفارق. في إصابة الشناوي كان الموضوع واضح وتم الإعلان بشكل رسمي، والشناوي هيخضع لعملية جراحية. صلاح لو من دي 1 اتقال ان إصابة صلاح هتحتاج 28 يوم وصعب استمراره في البطولة، كانت الأمور انتهت. ولكن فكرة ان اللاعب اصلا كمان يعني طلب ان محدش يكشف عن تفاصيل الإصابة وهيشوف مع ليفربول ايه اللي هيحصل، ده اللي عمل بلبلة، وزادت البلبلة اكتر لما الموضوع تم اعلانه من جانب فريق ليفربول. دي جزئية مهمة جدا عشان الناس تعرف الفرق، ليه هنا حصلت أزمة وهنا ما حصلتش أزمة. هنا بتتكلم عن إدارة الأزمة، وهنا بتتكلم على الاستفادة من إدارة الأزمة وإزاي شفت السلبيات وعالجتها لما تمت مع محمد الشناوي. والجانب التاني، المركب اللي فيها رئيسين بتغرق، المركب اللي فيها رئيسين بتغرق، في رئيس بعثة صاحب قرار، في كابتن المنتخب يسمع تعليمات رئيس البعثة والمشرف على المنتخب، ما تبقاش العملية متشقلبة ومقلوبة. ده جانب. الجانب التاني، هدف مصطفى محمد في مرمى الرأس الأخضر، كلنا بلا استثناء قلنا إن الحكم التشادي إدى هدف، وتوم أبو نجيل على الفار رجع وقال لا، الكرة دي مش هدف، ده فيه لمسة يد. لفت انتباهي حاجة مهمة جدا المحاضر التحكيم عشان أديله حقه، الكابتن محمد صلاح عبد الفتاح كتب وقال يا جماعة لا، الحكم التشادي إدى لمسة يد وفاول، والفار هو اللي إدى هدف. بينه وبينكو ما سكتش، سألت ورحت سألت في أبيجان وسألت عدد من المصادر في لجنة الحكام، وكانت المفاجأة حكم التشادي إدى لمسة يد على مصطفى محمد وصفر فاول، والحكم الجنوب إفريقي توم أبو نجيل هو اللي رجعه وقال له الكرة هدف، هو اللي رجعه وقال له الكرة هدف. أقول لكم كمان اللي حصل داخل الملعب، وقت ما الحكم تراجع في قراره وقتها وقال لك لا دي لمسة يد ومش هدف، اللعيبة اعترضت وفضل واقف مكانه، لما راح راجع اللعبة وجاء حسب هدف وتحرك لمنتصف الملعب وإدى هدف. وبالتالي هنا توم أبو نجيل بنرفع له القبعة، لو كنا وجهنا ليه سهام النقد إن هو كان عايز يلغي الهدف، الكل بلا استثناء بصراحة قال كده، لكن أنا اتأكدت من مصادر رسمية في لجنة الحكام وفي الكوت ديفوار إن الحكم الجنوب إفريقي توم أبو نجيل هو اللي ادى هدف، والحكم التشادي هو اللي كان عايز يلغي الهدف، ونتيجة إن الحكم التشادي مش مركز بعد ما ادى هدف نسي يدي إنذار لمصطفى محمد. نخرج إلى فاصل ثم نواصل. جنوب افريقيا هتلعب مع تونس، ناميبيا مع مالي. ماتش جنوب افريقيا وتونس ده ماتش نار. اولا جنوب افريقيا بتتكلم في 3 نقاط، تونس نقطه، تونس لازم تكسب عشان تتاهل. جنوب افريقيا لو خسرت ما تخسرش بنسبه كبيره او بنتيجه كبيره عشان تضمن افضل توالد، وهتخش في حسبه. ناميبيا ومالي هي مباراه الصداره بالنسبه لمالي. الساعه 10 من مساء اليوم النهارده مباريات المجموعه السادسه والاخيره، والمباراه دي تهمنا لان ده الطرف اللي هيواجه منتخب مصر في دور ال 16 يوم الاحد. زامبيا مع المغرب، والنهارده كوت ديفوار كلها بتشجع المغرب، كوت ديفوار كلها نفسها المغرب تكسب بسكور كبير وتكسب زامبيا عشان تبقى المغرب في الصداره وزامبيا نقطتين، فيدي مساحه وفرصه ولو ضئيله ان ممكن الكوت ديفوار تتاهل كافضل 4 توالد. فدي نقطه تانية كمان، لان خلاص غينيا وموريتانيا تاهلوا كافضل يعني في لعيبه او افضل منتخب في المركز الثالث، فبالتالي باقي مركزين. الكوت ديفوار بتنافس، بتنافس مين؟ بتنافس ناميبيا،
بتنافس زامبيا، بتنافس جنوب افريقيا. فماتش المغرب النهارده مهم جدا عشان الكوت ديفوار. طيب حكام مباريات النهارده، النهارده في طاقم تحكيم مصري، فبالتالي هنبدا الاول بحكام مباريات جنوب افريقيا وتونس. حكم المباراه الحكم السنغالي عيسى سي، وعلى تقنيه الفار الحكم الموريتاني دحان بيدا. دول حكام ماتش جنوب افريقيا وتونس الساعه 7. ماتش نابيبيا ومالي في نفس التوقيت هيديره الحكم الرواندي سامويل انيكوندا، وعلى الفار الحكم الجزائري لحلو بن براهيم. لحلو بن براهيم دي المباراه الرابعه ليه على تقنيه الفار. على فكره محمود عاشور عامل رقم قياسي 6 مباريات حتى الان على تقنيه الفار. نروح بقى لماتش المغرب وزامبيا. الحكم الجابوني ميبيان هو حكم مباراه المغرب وزامبيا، وعلى الفار الحكم الجنوب افريقي توم ابونجيل. الناس استغربت ازاي توم ياخد ماتش زي ده وهو لسه عامل مثلا كارثه في مباراه مصر. لا انا اتاكدت وشرحت لحضراتكم قبل الفاصل ان الجنوب افريقي توم ابونجيل كان قراره صح، وهو اللي قال للحكم التشادي في مباراه مصر تعالى الكره مش لمسه يد، الكره هدف. وبالفعل جاب له كذا زاويه واثبت له مفيش لمسه يد، فبالتالي توم ابونجيل النهارده موجود لانه اجاد في مباراه مصر والراس الاخضر. ماتش الكونغو الديمقراطيه وتنزانيا طاقم تحكيم مصري. الناس كلها مستغربه وربنا يكون في عون امين عمر وطاقم التحكيم. ليه بقى؟ الكونغو الديمقراطيه النهارده بنسبه كبيره ممكن تكون في المركز الثاني وتواجه مصر والمباراه الجايه مع مصر، فازاي لجنه الحكام تحط طاقم مصر لهذا اللقاء؟ اختيار برضو كان لازم لجنه الحكام في الكاف تراعي هذا الاختيار، ولكن انا واثق جدا والناس كلها واثقه ان الطاقم المصري النهارده هيعمل مباراه على اعلى مستوى ايا كان الالوانات والتيشيرتات ومين هيواجه مين. الحكم الدولي المصري امين عمر، معاه مساعد اول الليبي عطيه عيسى، المساعد الثاني التونسي خليل حساني، الحكم الرابع المصري محمود البنا، وعلى تقنيه الفار الكابتن محمود عاشور، ومساعد تقنيه الفيديو الفار اي فار الكابتن محمد عادل. دول حكام مباريات اليوم في الاربع مباريات سواء في المجموعه الخامسه او المجموعه السادسه. الفرق اللي هتواجه بعض في دور ال 16 بعد ما عرفت شكل المجموعات والمنافسات ومين ممكن يواجه مين. اولا كده دور ال 16 هيبدا السبت اللي جاي، خميس وجمعه اجازه مفيش مباريات، فالبدايه هتكون السبت اللي جاي والمباريات كلها الساعه 7 والساعه 10. هنبدا مثلا يوم السبت اللي جاي هتبقى المباراه رقم 37 انجولا في الساعه 7 هتلعب مع ثالث المجموعه الخامسه او السادسه، اللي هو مثلا لو جنوب افريقيا النهارده خسرت من تونس فجنوب افريقيا وارد جدا هي اللي تواجه انجولا، لان جنوب افريقيا عندها 3 نقاط ولكن عندها نسبه اهداف كويسه جدا، ليها 4 عليها 2. لو خسرت من تونس النهارده 1-0 هتبقى بلس 1 وعندها 3 نقاط، فهيبقى حظوظها اعلى من الكوت ديفوار، فساعتها هي اللي هتواجه انجولا. فكده اول مباراه ممكن تكون انجولا وجنوب افريقيا، دي اول مباراه في دور ال 16 ده في حاله ان جنوب افريقيا النهارده تخسر من تونس. المباراه الثانيه اتحددت رسمي خلاص يوم السبت اللي جاي، ودي المباراه رقم 38 الكاميرون مع نيجيريا الساعه 10 مساء. نروح لمباراه الحد وبرضه اتحددت رسميا، غينيا الاستوائيه هتلعب مع غينيا الساعه 7. المباراه الثانيه يوم الحد ودي المباراه رقم 40، والرقم المباراه ده بيفرق لما تيجي تعرف مين هيواجه مين في الادوار التاليه دور الثمانيه السيمي فاينال، تعرف طريق المنتخبات اللي هتواجه بعض، فالارقام دي بتبقى يعني ايه ارشاد ليك عشان تعرف مين هيواجه مين. مصر هتلاعب تاني المجموعه السادسه اللي هو النهارده، لو المغرب كسبت بقت 7 نقاط والكونغو كسبت بقت 5 نقاط، يبقى مصر هتلاعب الكونغو يوم الحد اللي جاي الساعه 10 بالليل. طيب خدوا بالكم من حاجه، مصر لو كسبت الكونغو اللي هي لو تأهلت تاني، مصر في دور الثمانية هتلعب الفائز من غينيا الاستوائية وغينيا كوناكري، يبقى بالتالي مشوار مصر اتعرف. لو هتلاعب الكونغو يبقى لو كسبت هتعدي وتروح تلعب غينيا الاستوائية أو غينيا كوناكري. طيب مباريات يوم الاثنين، الرأس الأخضر هتلاعب موريتانيا ودي اتحددت خلاص برضو بشكل رسمي. السنغال يوم الاثنين الساعة 10 بالليل هتنتظر النهارده ثالث المجموعة، يا إما الأولى يا إما الستة. يا إما الأولى يا إما الستة. الستة ليه؟ عندك الكونغو نقطتين، تنزانيا نقطه، زامبيا نقطتين. لو حد فيهم طلع تالت عدى الكوت ديفوار هو اللي هيلعب مع السنغال. ولكن لو المغرب النهارده كسبت والكونغو كسبت، اقرب فريق هيواجه السنغال ويتاهل بشكل رسمي النهارده نقول لهم مبروك منتخب الكوت ديفوار، ويبقى عندنا مباراه قويه جدا رغم حاله الكوت ديفوار، ولكن السنغال والكوت ديفوار يوم الاثنين الجاي الساعه 10 مساء طبقا للحسابات اللي قلتها لحضراتكم. يوم الثلاث اخر مباراتين برضه الساعه 7 والساعه 10، اول المجموعه الخامسه اللي مرشح ليها بنسبه كبيره منتخب مالي هيواجه منتخب بوركينا فاسو اللي تاهل بشكل رسمي. اخر مباراه ودي هتبقى ممكن يبقى ديربي عربي او كلاسيكو عربي، النهارده المغرب لو كسبت وتصدرت المجموعه السادسه
هتلعب مع تاني المجموعه الخامسه، تاني المجموعه الخامسه النهارده ممكن يبقى تونس لو كسبت جنوب افريقيا. يبقى بالتالي احنا على موعد مع ثلاث مواجهات قويه جدا، المغرب مع تونس، الكاميرون مع نيجيريا، السنغال مع الكوت ديفوار. ثلاث مباريات منتظره قويه جدا في دور ال 16. في المقابل في مباريات محدش كان يتوقعها، اكثر المتفائلين بمفاجآت البطوله ما كانش يتخيل مثلا ان الراس الاخضر وموريتانيا يواجهوا بعض في دور ال 16، او غينيا الاستوائيه تبقى في مواجهه مع غينيا كروك. محدش يتخيل شكل وترتيب هذه المجموعه. عموما السنغال في مشوار مصر، يعني المشوار بتاع السنغال، الكوت ديفوار، مالي، بوركينا فاسو، الاربع منتخبات دول في مواجهه اربع منتخبات تانية على راسهم مثلا مصر مع الكونغو الديمقراطيه، غينيا الاستوائيه مع غينيا كوناكا. الاربعه دول هيبقوا في مواجهه الاربعه دول الكسبان هنا وكسبان هنا في مرحله الدور نصف نهائي. اذا السنغال في طريق منتخب مصر. لو المباراه النهارده خلصت زي ما قلت لحضراتكم، المغرب كسبت، الكونغو كسبت، تونس كسبت، جنوب افريقيا، مالي كسبت، لو الاربع منتخبات دول كسبوا ده المشوار بتاع مشوار البطوله خلال الفتره اللي جايه. قلنا لكم مواعيد مباريات النهارده، حكام مباريات النهارده، لو كان في مباراه بكره وبعد بكره كنا النهارده هننفرد برضه بالحكام، ولكن خلاص بقى اجازه خميس وجمعه، ومن يوم السبت نروح لدور ال 16، وان شاء الله باذن الله يكون منتخبنا موفق في استكمال المشوار. شرحت لحضراتكم منتخبنا برضه لو هنطلع على الشاشه، لو عدينا الكونغو الديمقراطيه، لو هي عدت النهارده في المركز الثاني مصر والكونغو دور الثمانيه، لو كسبنا الكونغو سكتنا في دور الثمانيه، الفائز ما بين غينيا الاستوائيه وغينيا كوناك. ده شكل البطوله وشكل المباريات للترتيب خلال الفتره اللي جايه. طيب تعالوا بقى لجانب تاني ليه علاقه بالفيديوهات. ليه؟ الفيديوهات في ابيدجان وفي كل مدن الكوت ديفوار فيها مفاجآت كتيره جدا. تتفرج في ابيدجان هتلاقي مفاجآت، تروح سان بيدرو هتلاقي مفاجآت، تنزل ياماسوكرو، تروح بواكي هتلاقي مفاجآت. ليه مفاجآت؟ منتخب موريتانيا عمل حاله جميله جدا في بطوله كاس الامم، وفي تعاطف عربي كبير جدا مع المنتخب الموريتاني. موريتانيا دوله عربيه، وموريتانيا من الدول العربيه اللي دايما بنستمتع بالفن وبالشعراء اللي بيخرجوا من احدى الدول العربيه المتواجده في غرب افريقيا. الناس فاكره ان موريتانيا مش تبع زون شمال افريقيا فدوله مش عربيه. يا جماعه لا، موريتانيا دوله عربيه. انا للاسف في ناس كنت بسمعها يعني قبل كده بتتكلم هي موريتانيا دوله عربيه، اه والله دوله عربيه. المغاربه كانوا بيحتفلوا امبارح بتاهل موريتانيا، واحتفالات في مصر واحتفالات في موريتانيا. موريتانيا يا جماعه كانت بعيده عن منافسات كاس الامم لفتره طويله جدا. دولة الشعراء، يعني لما تحب تسمع شعر كده أو تسمع كلام عربي جميل تسمعه من الشعب الموريتاني. الكل فرحان لموريتانيا ليه؟ أولاً الموريتانيين كان دايماً بيفرحوا لفرحة المصريين، يفرحوا لفرحة المغاربة، للتوانسة، للجزائريين. امبارح الكل فرح لفرحهم. ليه؟ أول مرة يتأهلوا دور ال 16، أول مرة يكسبوا مباراة في كأس الأمم، أول تأهل ليهم للبطولة نفسها كان في 2019 بعد ثلاث اشتراك مشاركات في كاس الامم تاهلوا لدور ال 16، يعني بعد ثلاث مشاركات اول تاهلهم لدور ال 16، كسبوا الجزائر امبارح في مباراه كانت كبيره جدا دفاعيه، قدروا يكسبوا ويتاهلوا كافضل توالي. طيب نبدا مع بعض بالحاله اللي عملها الجماهير المغربيه في سان بيدرو. اولا بنشوف فيديوهات لبعض الجماهير كده في او بعض اللعيبه الصغيره او الاطفال في الكوت ديفوار بيلعبوا بكرات امكانياتها مش بنفس الامكانيات الكبيره. الجاليه المغربيه في الموجوده في سان بيدرو زي ما عرضنا قبل كده ان هم يعني جابوا ازياء مغربيه وجابوا بعض الحاجات اللي ليها علاقه بالفولكلور المغربي في سان بيدرو، والمدينه بقت شكلها وكانها مدينه مغربيه. الجاليه المغربيه كمان جابت كور. النهارده عندنا لقطه لشاب مغربي جاب كور وابتدى يوزعها على الاطفال الصغيرين في مدينه سان بيدرو عشان يلعبوا بالكوره تبقى افضل من الكور اللي بيلعبوا بيها. تعالوا مع بعض نشوف أول لقطة معانا لمشجع مغربي وهو بيدي الكور للعيبة أو الأطفال الصغيرة في الكوت ديفوار عشان يلعبوا بالكور في أي مباراة بتتلعب في الساحات الشعبية أو في الشارع عشان الناس تستمتع بلعبة كرة القدم. تعالوا نتابع. قبل ما نجي للكوت ديفوار قلت غادي نجيب معايا كواري وغادي نعطيهم لأي دراري صغار بانوا لي عندهم شي كورة عيان أو لا ما عندهمش كورة. فأول حاجة جبتهم مشوشين خاصنا نفخوهم بعد هنايا. فخ وينطلق العداد. ونامي. une autre balle. tu vas me donner celle-ci؟ لا طه.
On va faire un échange. C'est pas mon cadeau. C'est un cadeau des Marocains à vous. On va gagner la coupe ou pas? On va gagner. Comme Jous. Hadrari ben youkhou bhal men qbayla. Hé frère. Tiens. C'est un cadeau, c'est un cadeau. C'est pas mon cadeau. Merci. رقم 3 واحد وليداش. Frère, vous voulez un ballon? Tiens. Et c'est pas la mienne. C'est un cadeau. C'est les Marocains qui vous donnent ça. Pour رقم 4. Frère. Tiens. C'est pas un cadeau de ma part. Ouais. C'est un cadeau de la part des Marocains. Mais c'est le Marocain. Ils sont gentils. Ouais. Khoura le khamsa. Voilà le ballon. C'est pas moi qui... زي ما شفتوا معانا يمكن لقطة طيبة ولفتة طيبة جدا بصراحة من مشجع مغربي مع الأطفال في الكوت ديفوار. حاجة تانية معانا، موريتانيا امبارح خرجت في الشوارع الكل بيحتفل بالتأهل التاريخي لدور الستاشر. تعالوا مع بعض نشوف الفيديو ده، جماهير موريتانيا وهي بتحتفل في الشوارع بالتأهل التاريخي لدور الستاشر لأول مرة بعد إنجاز كبير جدا للاتحاد الموريتاني. متابع مبروك للإخوة الموريتانيين، يا رب الفرحة تدوم دايما كده على الأشقاء والشعب الموريتاني. طيب النهاردة زي ما بقول لحضراتكم كل المدن في الكوت ديفوار بتنتظر فوز المغرب، لأن النهاردة المغرب لما تكسب مباراتها مع زامبيا معناها إن ممكن كوت ديفوار تتأهل كأفضل توالي. تعالوا نشوف النهاردة إزاي كل الجماهير الإيفوارية بتدعم المغرب قبل مباراة اليوم عشان يبقى في فرصة للأبيجان أو للكوت ديفوار للإيفواريين في التواجد في مرحلة دور ال 16، رغم إن تأهلهم ده هيكون في اصطدام قوي جدا مع منتخب السنغال. تعالوا نشوف الشكل النهارده والدعم اللي موجود من الجماهير الإيفوارية بتدعم بيها المنتخب المغربي. Hakimi, c'est le meilleur joueur. Sur tous les coups francs, sur tous les coups francs, Hakimi marque. Il est très précis, Hakimi, c'est un très bon joueur. Il a de la qualité, il est très fort. Bientôt, Hakimi sera le meilleur joueur de l'Afrique. Voilà, Hakimi, 3-0. Hakimi, Boufal, Ziyech, les 3 buts. En plus de Dieu, le Maroc fait un grand match de la Côte d'Ivoire. Enfin, tout le pays contre le Maroc. Le Maroc a gagné 3-0. Un but de Hakimi, un but de Ziyech. Voilà, c'est ça qui est bon. Voilà. Victoire du Maroc, victoire du Maroc, victoire du Maroc. Le message que je vais adresser, c'est un message d'encouragement qu'ils donnent d'eux-mêmes pour pouvoir vraiment remporter et avoir la victoire d'aujourd'hui. Je leur souhaite bon match, 3-0. Le Maroc, vive le Maroc, vive Hakimi. Hakimi, c'est mon fan. Vive le match, magnifique match. Je suis heureux d'être marocain. J'aime le pays Maroc. المكان ده على فكره يا جماعه مكان مخصص لبيع التذاكر في مباراه المغرب وزامبيا النهارده. كل الجماهير الايفوارية راحت تشتري تذاكر وتشجع وبتساند وبتدي توقعاتها ان المغرب هتكسب، وكمان بتتكلم على مباراه تونس وجنوب افريقيا. ولكن الجماهير الايفوارية بعد الخساره من غينيا الاستوائيه كانت في حاله شغب كبيره جدا وحاله غضب كبيره جدا في الشوارع بعد الخساره. ليه بقى؟ اولا الكوت ديفوار لو خسرت 1-0 من غينيا الاستوائيه كان حظوظها في التاهل كانت هتبقى اكبر بكتير ومش هتستنى كل ده عشان تتأهل، ولكن الخسارة بأربعة أهداف خلت حظوظها صعبة جدا جدا، وبقت العملية حسبة الأهداف وحسبة مين ممكن يخسر ومين ممكن يخش فيه أجوان قليلة عشان أتأهل. تعالوا نشوف الجماهير الإيفوارية لما خرجت بعد المباراة في استاد الحسن الوطارة، كان في أعمال شغب كبيرة جدا، ولكن الحمد لله محدش تعرض لأي إصابة أو أي حالات وفاة. تعالوا نبص في هذا الفيديو بعض يعني حالات الشغب اللي كانت موجودة في شوارع أبيجان بعد المباراة.
Oh man, il y a un peu de temps là. Il y a un peu de temps. Avec Tchétché. La crue, on a mon caillon maintenant. C'est pas facile à aller là. Regardez, hein. Les aime même. طبعا يعني الشغب ده امر مرفوض، ولكن دي الحاله دلوقتي في ابيجان، واكيد الحاله دي هتتغير كتير بعد ما نشوف نتائج مباراه النهارده. يمكن الكوت ديفوار نتيجه بقى جنوب افريقيا، نتيجه زامبيا، التنزانيا، زي ما قلت لحضراتكم موضوع الاهداف هيفرق كتير. عشان كده الناس زعلانه انك تخسر من غينيا الاستوائيه، ولكن مش بربعيه، ربعيه دي انت بتضيع كل حظوظك في التاهل للادوار اللي جايه. عموما دي كانت ابرز النقاط المهمه اللي احنا استعرضناها، سواء اخبار، تفاصيل، اجواء في الكوت ديفوار وكاس الامم الافريقيه. تعالوا بقى للسؤال اللي طرحناه النهارده في بدايه الحلقه، وطلبنا من حضراتكم تشاركوا في الاجابه على السؤال. النهارده هيتحدد منافس مصر في كاس الامم الافريقيه. طيب بعد ما يتحدد منافس مصر، مين اللي ممكن يكون طريقه اسهل مع منتخب مصر، او مين المنتخب اللي ممكن تتوقع مواجهته النهارده مع مصر هتكون اسهل؟ هل منتخب الكونغو؟ هل منتخب زامبيا؟ هل ممكن تنزانيا؟ تعالوا نبص كده ونشوف تعليقات الجماهير على السؤال اللي طرحناه النهارده في بدايه الحلقه. والبدايه مع تالين. تالين بتقول: رغم ان الكان ما بقاش فيها فريق سهل، الا ان اتمنى مقابله زامبيا وحتى مقابله الكونغو في المتناول ان شاء الله. الفريق البطل لا يخشى احد، منتخب مصر يخشى الجميع رغم المستوى اللي شفناه. نشوف تعليق تاني معانا. هبه بتقول: مساء الخير استاذ محمد، مساء النور. الكونغو هو المنتخب المتوقع. اوكي، نشوف تعليق تاني. مصطفى بيقول: انا اتوقع زامبيا واتمنى المغرب تفوز النهارده، لان مقابله المغرب صعبه، صعب نقابل المغرب والمغرب كده هتكسب وتبقى تصدرت المجموعه. سامح بيقول: بطوله خارج التوقعات، الاسهل نظريا لمواجهه مصر في دور ال 16 تنزانيا او زامبيا، اتوقع الكونغو ولا اتمنى مواجهه المغرب. تمام. تعليق تاني. ناصر بيقول: مساء الخير، اتمنى الكونغو الديمقراطيه، ولكن سنواجه المغرب بكونه سيكون تاني المجموعه السادسه، وان شاء الله تتويج الفراعنه بالبطوله. يعني هو بيتمنى، ولكن توقعاته ان ممكن نلعب المغرب. اخر تعليق. سامح بيقول: اتوقع الكونغو الديمقراطيه، ولكن اتمنى تنزانيا او زامبيا، لا اتمنى مواجهه المغرب. بالتوفيق لمنتخبنا ايا كان المنافس. يعني في تضارب في الاراء او في اختلاف في الاراء، التوقعات غير الامنيات، وفي النهايه اللي عايز يكسب وعايز يكسب البطوله يلعب اي حد. المشوار البطوله اللي فاتت كان اصعب من البطوله الحاليه، المشوار المره دي اسهل. كونغو، غينيا الاستوائيه، غينيا كوناكري، نتائجك في دور المجموعات كانت سيئة جدا، فهنشوف ايه اللي هيحصل في الأيام المقبلة. في الختام بشكر حضراتكم بالتأكيد على حسن المتابعة والمشاهدة، وإلى اللقاء يوم السبت المقبل في حلقة جديدة من برنامج الترند. شكرا وإلى اللقاء.